السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جميلة انا شخصيا بموت فيها وولادي بيحبوها جدا. هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما السوري بطريقة جميلة ونظيفة في البيت. وتعالوا مع بعض هنشوف المكونات بتاعتها. اول حاجة انا عندي هنا صدور فراخ، ده نص كيلو مقطعاه شرايح رفيعة. عندي هنا التوابل بتاعتها، ملح، طبعا كل واحد بيحط الملح اللي هو عايزه، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود بس، زبادي، خل، حط معلقة خل ابيض، وهحط شوية صويا صوص. طبعا هنا عندي مخلل خيار ولفت وجزر بالظبط زي السندوتش بتاع بره، وعندي هنا فلفل الوان، وعندي بطاطس محمرة هنعملها برضو، وهوريكم السندوتش هنعمله ازاي. وتعالوا مع بعض يلا نشوف هنعمل ازاي ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا جبت البولة وهحط فيها الزبادي، وعندي هنا التوابل كلها هحطها، هحط هنا شوية خل صغيرين جدا يعني معلقة كبيرة كده، زود حبة كمان، تمام، شوية صويا صوص بتديها طعم حلو جدا، مش كتير، وهقلب المكونات دي مع بعض. هنا قلبتها، انا هنا استعملت علبة زبادي كبيرة، زبادي بلدي، وهاجي انزل هنا بين الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، هقلبها كويس وهسيبها في التتبيلة دي لمدة اقل حاجة ساعة في التلاجة، كل ما تقعد كل ما يكون احسن يعني، تمام. فانا هسيبها في التتبيلة دي ساعة وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا هستعمل عيش التورتيلا، انا جايباه جاهز بصراحة ما عملتوش، تمام. والتومية انا عاملاها ان شاء الله هنعملها مع بعض، وهعمل لكم فيديو اوريكم طريقتها بتتعمل ازاي. سهلة، كل حاجة سهلة، وانك تعمليها في البيت احلى وانضف. وهنسيب دي كده وهغطيها كده بالاسترتش واسيبها ساعة في التلاجة. المنظر ده كده، هنحطها ساعة في التلاجة ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هكتب لكم المكونات في الديسكريبشن علشان خاطر في معايا برضو ترانشات بصل، الحاجة اللي انا نسيت مثلا اقول لكم عليها هتلاقوني كاتباها لكم في الديسكريبشن بالتفصيل ان شاء الله وكده، وان شاء الله هتعجبكم. يلا نشوف مع بعض بعد ما نسيبها ساعة في التلاجة هنعمل ايه. ودي خلاص بعد ما سيبناها في التلاجة ساعة هنعملها بقى، ويلا نعملها مع بعض. ولعت على الطاسة سخنتها، حط زيت وهحط بسم الله الرحمن الرحيم الشاورما، حط نقلب فيها لغاية ما تتحمر معايا وتنشف وتنزل المية بتاعتها كلها. زي ما انتم شايفين خلاص يعني قربت تنشف، بفضل سايباها على النار لغاية ما تنشف وتنزل ميتها على نار عالية، تمام، وتبدأ تتحمر معايا. خلاص اهي كده تمام، واستوت وملحها مظبوط، الملح كل واحد بيظبطه على ما هو محتاج اليه، تمام. هنزل بشرايح البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، اديها تقريبا كده. بحط بقى الحاجات دي في الاخر ليه؟ انا مش عايزاها تستوي السوى اللي هو قوي، لا انا عايزاها بس ايه يا دوب تتشوح تاخد الطعم كده وتتبل.
وهنزل بالفلفل الالوان هديهم بقى كده تشويحه. يدوب بس الحاجة بتدبل معاك كده. الشاورما خلاص خلاص كده، هي يدوب 5 دقايق كده شوحتها على النار، الحاجة كلها كده دبلت وكده طفيت عليها. البطاطس المحمرة على النار اهي هنطلعها، وتعالوا نعمل السندوتشات مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكونات عندي، هجيب هنا العيش اهو، هو كده اهو كده، يجي لي بحرف ده كده، وابدا ادهنه توميه اول حاجه. وبعدين هحط بسم الله الرحمن الرحيم الشاورما، عليها البطاطس، عليها خيار المخلل، عليها اللفت بالظبط زي السندوتشات السوري، عليها الجزر كده، هعمل لها تومية تاني من فوق. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نلفها مع بعض. بسم الله كده. وعندي الطاسة اللي هي مضلعة أنا مسخناها، هبدأ أحط فيها العيش. اتك عليها كده، محتاجه احمدها كده بحيث ان انا اتك عليها اضغط، وهسيبها بقى على النار هاديه وهعمل السندوتشات كلها وارجع لكم. الواحد تاني مع بعض، هاجي احط التوميه في الاول اهو، هو اللي بيبقى جاي العيش اصلا متني جنب واحد، فنعمل في الناحيه التخينه. طبعا بقى في البيت بتتوسوا وبتحطوا بقى الحاجه كده زيادة، بيبقى ساندوتش ساندوتش يعني مش زي بره. بسم الله الحاجة بتتاكل كده بشبع. هي احط البطاطس، الخيار المخلل، اللفت والجزر، هبدأ ألفه بسم الله الرحمن الرحيم أهو، فك عليه كده. أنا ما حطيتش بقى تومية المرة دي من فوق، اللي عايز يحط بطاطس، في ناس بتحط في ناس لأ، كل واحد حسب ما بيحب. وأدي ساندوتش وهحطه في الجنب التاني. ده هنقلبه اهو، بصوا مسك نفسه اهو. معلش الغطا بقى ايه مش نافع، فانا قلباه كده ايه الجيش بيقول لك اتصرف. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. ده كده ساندوتش متحمص، شايفين كأنه زي بره بالظبط. هقدم جنبه بطاطس محمرة. وده الشكل النهائي بتاع طبق، الشكل النهائي بتاع طبق الشاورما. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا. شايفين تمام، يعني مفيش اسهل من كده. لو ما عندكيش الطاسه اللي هي المضلعه مش مشكله تمام،
يعني اي طاسه هتحطي فيها بس ينشف ويمسك في بعضه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تعملوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، واتمنى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ده بيشجعني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.